استقبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بالقيادة العامة الفريق أول بحري مايكل غلادي رئيس العمليات البحرية الأمريكية والوفد المرافق بحضور سعادة الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع وسعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان. ورحب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين خلال اللقاء برئيس العمليات البحرية الأمريكية والوفد المرافق، وتم استعراض علاقات التعاون والتنسيق العسكري المشترك القائم بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، مشيدا معاليه بعمق هذه العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين. حضر اللقاء اللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة واللواء الركن بحري يوسف أحمد مالالا مساعد رئيس هيئة الأركان للإمداد والتموين واللواء الركن بحري محمد يوسف العسم قائد سلاح البحرية الملكي البحريني وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.